ملك بترجاكي اهدي وحش تبكي. زهرة هلأ منيحة، تجاوزت مرحلة الخطر، هلأ بتفيق وبتفوتي بتشوفيها فورا. ألو، صحيت يعني؟ طيب يلا ملك قومي شوفيها. زهرة يا روح أمك أنتي، ليش هيك سويتي بحالك يا عمري؟ كيف بتروحي على هيك مكان لوحدك لعند عالم وحوش؟ فهميني ليش هيك عملتي؟ ومن غير لا عيب ولا حيا عم تكذب علينا وتمثل. أنتي اللي خليتيها تعمل كورتاج، ومتأكدة أنك أنتي اللي أخذتيها، وهلأ عم تسأليها وكأنك ما بتعرف شيء. عدنان، ما بدي هالحي تضل بالقصر ولا دقيقة بعد هلأ. واحدة مثل هي أصلاً ما بيشرفني تضل ببيتي وتتسمى على عائلة كرمان. أنا كيف بدي أعمل هيك؟ أنا معقولة أعرض بنتي للخطر وهي بهالعمر؟ زهرة، ريحي قلبي وقولي لي شو صار؟ قولي. عدنان، ما بدي هالحي تضل بالقصر ولا دقيقة بعد هلأ. واحدة مثل هي أصلاً ما بيشرفني تضل ببيتي وتتسمى على عائلة كرمان. لا تخافي، ما رح أتركك أبدا. زهرة، احكي زهرة، قولي مين اللي أخذك؟ بترجاكي يا أمي قولي مين أخذك لهونيك، قولي مين هو؟ زهرة بنتي، انت شو عم تقولي؟ شو بدها تقول يعني؟ هي الحقيقة، لساتك عم تنكري اللي عملتيه بكل وقاحة وبلا خجل. أنا ما عملت شي ومستحيل أعمل هيك شي ببنتي. زهرة بترجاك حبيبتي قولي الحقيقة، أنا بعرف منيح ليش هيك عم تساوي، بس مستحيل يصير يلي ببالك. مشان الله قولي مين اللي عمل فيكي هيك. ما رح اقول غير اللي قلته. امي، مو انت اللي اخذتيني لهونيك؟ مو انت دبرتي لي هداك الدكتور؟ مو بس الولد كان راح، زهرة كمان كانت رح تموت. كنتي رح تقتلي بنتك وكمان الولد. زهرة،
من لما عرفتك انتي ما كذبتي علي، لانك سعد او ما رح تزعليني. لا تعملي هذا الشي فينا نحن الاثنين. مين اخذك لهونيك؟ قولي الله يوفقك. عم تبكي وتترجاها مشان تخلص حالها، وعم تضغط على البنت مشان تنكر كل شي. عدنان انت ليش لساتك واقف لهلا؟ خذها من هون، ما بدي اشوف وشها مرة تانية. ملك امشي معي. زهرة دخيلك قولي الحقيقة، قولي لهم انه مو انا يلي اخذتك الله يوفقك. زهرة ملك، لا تحاولي اكثر من هيك ولا ما رح يصير خير. انا ما اخذتها، ما بقدر اذي بنتي. ملك زهرة مشان الله يا بنتي بترجاكي قولي لهم الحقيقة، انا ما رح اقدر اتركك وامشي. بتمنى اني موت وما بعد عنك لاني ما صدقت لقيتك يا امي. قولي الحقيقة ولا تساوي فيني هيك. خلصنا بقى اتركيها، لا تضلي تضغطي عليها. يا ويلك اذا بتلمسيني اصحك. مو انا اللي اخذتها، مستحيل اعمل بنتي هيك ابدا. كذابة، من قبل كمان حاولتي انك تقتلي حفيد عيلة كيرمان، بس هي اخر مرة. من اليوم ورايح ما عاد تقدري تقربي من زهرة ابدا. امشي ملك، يلا. انا ما عملت الا شيء. زهرة قولي لهم الحقيقة، ليش ساكتة؟ مو انا اللي اخذتها. حضرتك من أي منطقة؟ هارمنلي. متجوز ولا عزابي؟ مو متزوج، بس لما أرجع لهنيك رح أتزوج إن شاء الله. أنت الثانية؟ مفكرة أنه ما رح يجي الدور عليك يعني؟ من هلأ ليكبر الجنين بخير وسلامة وتولديه، وقتها بتشوفي شو رح ساوي فيكي. والله يا مرت عمي زهرة ما دخل بشي أبداً، أنا متأكدة إنه أمها جبرتها وأخذتها بالزور. ملك عم تنكر مع إنه زهرة اعترفت بكل شيء منشان تنزل الولد، خاطرت ببنتها وكانت رح تخسرها لولا لطف الله. لو سمحتوا يا ريت تتفضلوا لبرا، لأنه بدي عاين زهرة هلا. زهرة احكي لي شو الموضوع. خالي بحلف لك يمين انه عم يكذبوا، على قليلة انت صدقني الاغا افترى علي. طيب بنتي لا بقى تبكي، قلت لك بكفي، هلكتي حالك من البكي. امتى منقدر نطالعها من المشفى؟ الدكتور اللي شافها قال اذا بتبقى كم يوم بيكون احسن. الله يخلي لي اياك يا خالي، لولاك انت شو كان صار فيني؟ مين بده يوقف معي؟ شو هالحكي نرمين؟ متوقع اني اتركك لحالك بالشوارع؟ ايه اغا انا بالمستشفى عند بنت اختي نرمين. لا تشغل بالك، اليوم رح تنتهي القصة. بدي شوف جثة نرمين بعيوني يا نوري، واذا بتحاول انه تتزاكى وتلعب اي لعبة من ورا ظهري بقتلك قبل ما اقتلها. لو سمحتي جاوبيني زهرة،
انت ليش سويتي هيك؟ يا روحي قولي لي ليش اتهمتي امك؟ مين يلي طلب منك تقولي هيك؟ انا عملت هيك ليطالعوا امي من القصر وترتاح. انا ما فيني اطلع لانه ما بيتركوني بحالي، وبالذات بعد ما حملت. بس امي فيها تمشي والكل رافضينها، وليه لا تتركني؟ هي بصراحه تاخرت لوقت ما لقتني وقالت لي انه هي امي. انزلي من السيارة. لا تعمل هيك لو سمحت عدنان. لك اسمعني شو بدي اقول، انا ما عملت هيك ببنتي. تحركي عدنان. ما بأذي بنتي زهرة، عم تكذب، ما اخذتها لمحل. هي كانت خطتك من الأول، ما هيك؟ دخلتي على القصر مشان تنزلي الولد بس، واستغليتيني مشان تخلصي من اللي بطنة. انت ليش ما عم تصدقني؟ ما عم افهم زهرة، من لما عرفتك لحد اليوم ما حكت عنك ولا كلمة غلط. ليش لا تعمل هيك هلأ؟ لأنه ما بدياني اتجوزك يا عدنان، لأنه بدياني يطلع من هذاك القصر. فكر من اللي عبوله. زهرة اسمعيني، لا تفكري انه امك ممكن تتخلى عنك. صحيح انت عم تتسببي بطلعتها من القصر، بس هي ما رح تتركك هنيك لحالك، وانت بتعرفي انها بتنام على الباب وما بتتركك بهذا الوضع. بعرف انه انت بدك مصلحتها وبدك اياها تبدا حياتها بعيد عن هدول العالم، بس انت لازم تقولي مين عمل هيك واخذك لهنيك، لانك الا شوي كنتي رح تخسري حياتك. لو سمحتي قولي لي مين اللي اخذك. ما فيني قلك مين. ما شفت الطريقة اللي عم تعاملني فيها من أول ما خبرتها أنه رح نتجوز؟ تخانقت معي لأكثر من مرة وترجتني كثير مشان أترك هذاك القصر وما أتجوزك. يكفي ملك، خلصنا. مستعدة تكذبي أي كذبة مشان طالع زهرة من القصر. جربتي كل الطرق وفشلتي، ولما شفتي انه ما راح يطلع لك معي لقيتي انه الزواج هو احسن طريقه، وفعلا ما صدقتي وبسرعه اخذتيها، مو هيك؟ لك لا، قلت لك لا، انا ما اخذتها. ملك، انت ضحكتي علي، لعبتي بمشاعري، طلعتيني غبي قدامهم. قلت لك انا ما عملت شيء. كنتي عم تخططي لتاخدي بنتك وتهربي، ولهيك ما قبلتي بكتب الكتاب الرسمي ليكون خلاصك مني اسهل، ما هيك؟ هيك كنتي ناويه تعملي. نسيتي اللي عملته مشانك؟ مانك قدرانه تجاوبيني ملك؟ لك يا عيب الشوم عليكي. انت عم تظلمني. يا خسارة. صدقني مشان الله. Thank you.
ما رح تشوفي بنتك مرة تانية. لا عدنان، تمام، أنا موافقة أن نكتب كتابنا بالمحكمة. تأخرتي بجوابك. لا عدنان، لا تتركني عدنان. يكفي. ليكو على هالحكي، قال بده يتجوزني، قال زلمة قد الشنطير عم يتمقلس علي، لا خجل ولا أدب. فاطمة استني يا فاطمة خانم، كرمال الله هدي شوي، ليش معصبة هالقد؟ روي علي. كيف تسمح لحالك تتمقلس علي انت؟ لك وين المقلسة بالسيرة اللي حكيت فيها؟ ليش مفكرتيني عم بتمقلس عليكي انا؟ لك خلص اطلع من راسي بقى. لك هالحركات السوقية ما حلوة من ليدي مثلك. ها عم تسبني كمان؟ شو هاي ليدي؟ ليدي يعني ست، يعني ست الستات، يعني بتعرفي انه انا رح صير رئيس بلدية، فانت حتكوني واقفة جنبي، انا وياكي رح نطلع ونفوت سوا ونزور محلات، وانت بكل لحظة رح تكوني واقفة جنبي حتى لما بخطب بالناس. خلاص ما بدي اوقف جنبك ولا شيء. لو يا فاطمة ليدي قالوا مدري شو. لك بدي اعملها مرة رئيس بلدية، بتروح بتشتغل خدامة عند بيت كيرمان. ولك اذا في مخلوق بيفهم عن النسوان يجي يفهمني لإلي، بتجيبوا الجلطة والله. شوف خير. شوفي غانم، طيب بس جاوبني لوين اخذني؟ كلام زمرد مزبوط، وانت طلعتي الكذابه، حطيتي ايدك على القران وحلفتي انه عدنان هو ابني، ما خفتي من الله؟ انت كمان بتحبوا لعدنان مثلي واكثر. عدنان كثير بيشبهك، كلامه وتصرفاته، وانت اللي ربيته، هو ابنك انت يا غانم. بس هو مو من لحمي ودمي، ابن غريب. اخرجي بدي موتك، لازم تموتي، لازم تموتي. يلا يكتر خيرك، ما قصرت. نرميني بأمانتك هلا. بإذن الله، أنت لا تشغل بالك. هاتي عني كلورين خانم. ليش الست زمرد ما رجعت؟ كنت أنا نمت عند زهرة ودرت بالي عليها. عدنان، عدنان، ربيت لهديك المخلوقة الوسخة ولا لا؟ خالتي فاطمة، ها؟ ضبي غراض ملك بسرعة لأنها رح تمشي. لك في ام هيك بتساوي بضناها؟ في ام عاقلة بهالدنيا بتبعت بنتها بايديها على الموت وما بتخاف؟ اخ يا عزت، اخ يا حبيب امك، انت كيف حبيت هيك وحده؟ من قبل كمان حاولتي انك تقتلي حفيد عيلة كيرمان، بس هي اخر مرة، من اليوم ورايح ما عاد تقدري تقربي من زهرة ابدا.
تفضل. بدي فوت لجوا، لازم احكي مع عدنان. مستحيل، ما فيك تفوتي على القصر لانه الاغا مانع هالشي. هالقهوه كتير طيبه، ذوقها وادعي لي. عدنان اطلع لبرا، بدي احكي معك. عمو انت ليش لهلأ ما رحت؟ نرمين انت ما فيك تضلي هون. خالي ناوي يقتلني ما هيك؟ يلا لك يلا. عدنان بعرف انك عم تسمعني، ليك لازم نحكي، ما فيك تعاقبني بهالطريقة. انا ما عملت شي، لا تعاقب هيك. أنا مظلومة وما سويت شي. عدنان الله يوفقك، لا تبعد زهرة عني. أنا جاهزة لأعمل أي شي ومستعدة أصير مرتك. الله يخليك، لا تبعدني عن بنتي. عدنان هيك تفكري انه عدنان رح يرد عليكي. جوزي ما بده اياكي، انقلعي من هون. شو بدنا نعمل؟ تعي خلينا نتخبى يلا. زينب أنا لازم شوف زهرة فوراً وأحكي معه. عدنان ما عاد بده يعني بالقصر، ما عاد أعرف شو بدي ساوي لحل هالقصة. يا ريت لو كان عزت عايش. تعودت على وجوده لدرجة مثل زهرة تماماً، صار شقفة من روحي. كان سند ليلي وما خلاني لحالي. حاسة إني وحيدة بدون وجوده. أنا شو بدي أعمل؟ تمام حبيبتي، خلص اهدي، الله يخليكي، لازم تضلي قوية على طول. يا ربي كيف رح أقدر؟ شو صاير يا ملك؟ وينك انت؟ زهرة يلا بنتي كلي من ايدي، خلص لا تعذبيني. بنتي ما رح يمشي الحال هيك.
بدنا نعملها صورة إيكو لزهرة ورح أخذها لعند الدكتورة. معناتها خالي كان ناوي يقتلني، ما ضل عندي حدا هلا. طيب نحن وين رحنا لك يا فؤاد؟ رح يلاقيني ويقتلني، ما رح يهدى ولا يتركني لحتى يحطني تحت التراب. ها هاد يلي قدامنا هو باص أورفا. يسلموا ايديك اخي. بعد اذنك يا ريت تزمر له لحتى يوقف لنا، بدنا نركب معه أنا والأخت. في مكان لاثنين على أورفا؟ ايه تفضل. عزت؟ زهرة، يا حبيبة قلبي، بعرف شو السبب اللي خلاك تساوي هيك، لأترك القصر وامشي وبلش حياة جديدة وكون سعيدة بعيد عن هديك العيلة. بس أنا ما رح كون مبسوطة، لازم تعرفي اني بدونك ما بعيش. زهرة انتي بنتي وكل حياتي، انتي من لحمي ودمي، حياتي من غيرك ما لقيمة. اذا انتي ما كنتي مبسوطة كيف بدي افرح؟ فهميني. امشي ولا ترجعي. ما بقدر، ما رح اتركك لو شو ما كان الثمن. الله يوفقك زهرة، قولي لي الحقيقة، مين عمل فيكي هيك؟ قولي. يلا اطلعي من هون. لك اطلعي زهرة، قلت لك روحي من هون. نحن كنا مفكرينك من زمان وصلت. وانا كنت فاكركم بالمشفى. ليش طلعتوا من هني؟ عزات، خالة لنيرمين وفؤاد متفقين، كانوا بدهم يقتلوها للبنت. لما شفت سلاح على خصره فهمت انه جاي ليقتلها. لك سلاح شو هيا؟ هدول اللي زركبوا معنا رح يوقعونا بورطة. حق والله، نحن اللي فينا مكفينا، نحن مناقصنا ورانا عيال وسوار. والله اللي فينا مكفينا. هدول ما لازم يضلوا معنا ولاد صغار ونسوان، بدكن تروحون كلنا يعني. خذي اللي معك وانزلي. لا تواخذوني يا جماعة، ما فيني اركبكن، الركاب تضايقوا منكم. لك يلا انزلوا خلونا نمشي. يلا انزلوا، انزلوا جايبين وجايين، خلونا نمشي بقى. يلا انقلعوا. ليش واقفين؟ لك يلا انقلعوا. زهرة، انت كنتي رح تموتي مشان الله، قولي لي مين اللي اخذك لهونيك بترجعكي. لك يلا روحي من هون. اتعاملي هيك الله يوفقك، بكفي. الحقوني يا ناس. خير؟ شوفي شو صاير، ليش عم تعيطي؟ ما
بعتذر. من شوي شفت حشرة كبيرة وخفت منها، وعلي صوتي مو بقصدي. لك فاطمة فكرت اني عم بتمسخر عليها وما صدقتني ابدا. يا اخي انا زلمة جد كتير، ليش ما حدا بيقبض كلامي وبيصدقني؟ لك لا يا ابن العم، بصراحة كنت رح اقلك بس بطلت لانه ما بحب الكذب وانت بتعرفني منيح. بس على تمك ها؟ لك ليش بتعصب فورا يا عيوني؟ اذا انا ما قلت لك الحقيقة مين رح يقلك ياها؟ ليش انا مو مدير اعمالك طيب؟ لك لا تخليني بلش فيك هلا. شو صار؟ قلت لي حكي يا حكيتها. ايه امنا تشرشحنا وتبهدلنا العمى. يعني قديش مثلا؟ شو هو القديش؟ قصدي البهادل اللي اكلتهم. لا انت على غوزك. مشان الله لك ليش عم بتضيع طاقتك علي انا؟ استغل هالطاقه مشان تجذب الست فاطمه وتوصل لقلبك. ليك اسمعني، الست القرويه لها طريقه. كيف يعني؟ يعني صعب توصل لهم. القرويات مليانين بالضياع. يا الله انا شلون بدي فهمك هالموضوع؟ بقصد بالست القرويه فاطمه خانم، بتحب الاصول والعادات، يعني هي رح تنبسط اذا رحت وطلبتها من الناس الكباريه. قصدك فاطمه؟ ايه. تتمنى اطلبها؟ ايه. من لورين خانم؟ ايه. هو بتمرق هالفكره؟ ايه. انت لا تاكل هم يا ابن العم. ليك لا تورطني بمصيبه لانه وقتها. لا لا استنى يا عيوني، اعطيني اصبعتك لقلك. هلا بدنا نكبس هي انا وانت هيك وبنفجرها، شوف وبيب. وتعالوا عم فجر لك البالون. يلا كبس هي لقلك. كبسها. شوف وهي بتجي لهون هيك. يا ريت لو ما نزلت يا عزت، رجعت بليتكم بحالي. هذا فؤاد لا بكل ولا بمل اذا ما قتلني. ايه والله يا بنتي. عزت شو رح نعمل هلا؟ في ضيعة قريبة منروح عليها وهنيك منلاقي حل. انت لا بقى تضايقي حالك. يلا. بما انه الحي انقلعت عدنان اغا مستحيل يطلقني، خلصنا منها نهائيا. ايه مع هيك لا تكوني متاكده لهالدرجه. بظن انه عدنان ما عاد بده اياها وبالذات بعد اللي صار. هي المخلوقه اللي اسمها ملك، لو تعرفي شو اللي دوقتنا اياه من وقت ما وصلت على هرمانلي. عدنان شاف بعيونه كل اللي صار فينا بسببها، ومع هيك جابها وحطها بوشنا. بس هالمرة إن شاء الله الآغا يعمل اللي مفروض ينعمل. بوقتها فيك تقولي ارتحنا من هالبومة. لازم نلاقي مكان ننام فيه. ملك رح تزعل لأنك تأخرت عليها، بتكون هلأ ناطرتك وعينها على الطريق. حاولت وما قدرت اتصل فيها، لهلأ ما بتعرف إني عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الإمام حسن وصاني وبعتني لأجي شوف شو بدكن. بيتي قريب من هون، تفضلوا كونوا ضيوف الليلة. عندي غرفتين بالبيت وأنا وحداني بالأساس. شكراً عمي الله يجزيك الخير. يلا قوموا شرفوا. يا ربي أنا شو لازم أعمل؟ ألو يا زينب. ملك وينك انت؟ تأخر الوقت، ليش ما اجيتي لعندي؟ هلا ما بقدر لأنه لازم روح على القصر. بيكونوا هلا مزعوجين منك كتير، بس تهدى الأمور شوي بتروحي على القصر. مستحيل، أنا ما فيني أترك بنتي هنيك لحالها. أنا ما عملت شي ومستحيل أعمل هيك شي ببنتي. عمي عزت
تمام، أنا موافقة أن نكتب كتابنا بالمحكمة. بابا، فينا نحكي شوي؟ زمان وقت كنت اوعى بمشكلة كنت انت تحس فيني بدون ما احكي ولا كلمة واحدة، وهلأ انا طالب منك. بوقت تاني منحكي، لاني تعبان. دايمي الله يرزقك يا عم، غلبناك وتقلنا عليك. لا العفو يا بنتي، ما في غلبة، الضيف ضيف الله. هالطبخة عم بطبخها كل يوم، بس حطيت 4 صحون بدل الصحن. أنا مبسوط فيكن أصلاً وبشيدكن، عبيتوا البيت وعملتوا حركة وصوت بهالمكان الكئيب. مرتك وولادك عايشين معك؟ أنا وحداني، كان عندي حبيبة من زمان كتير. إيه نعم، أنا كمان كنت شب، أكيد ما كنت ختيار كل عمري. حبنا كان مثل اللي بيحكوا عنه بالقصص. مرقت كتير سنين وما قدرت انساها. كانت بعز شبابا لما توفت، بس لساتها عايشة هون وما في قوة بتطالعة. وأنا من بعدها ما حبيت حدا أبدا ولا قبلت اتجوز. كانت على طول تخليني غني لنفس الغنية. آخ يا ريتها عايشة. لك آخ وألف آخ أدر، كتب لي عيش بالعذاب ولا اعتراض على حكم الله. يا ريت لو إني ما عشت بعدها. ومن يوم إلى اليوم كل ما احترق قلبي بصبر حالي بهالغنية هي اللي كانت تحبها. Sen gideli seni kimden soram yar, her gün ağlar gözyaşımı silerim. Sen gideli seni kimden soram yar, her gün ağlar gözyaşımı silerim. Günler geçti yaram oldu çiban yar, Allah'tan ben medet mürvet dilerim. Her gün ağlar gözyaşımı silerim. Günler geçti yaram oldu çiban yar, Allah'tan ben medet mürvet dilerim. Her gün ağlar gözyaşımı silerim. Ağa, لوين رايح بهالوقت؟ رح أتفتل شوي. أنت كتير تعبان، يعني مو أحسن إذا بترتاح؟ لا تتدخلي فيني، خليكي بحالك. عدنان، عدنان استنى شوي، اسمعني مرة واحدة لو سمحت. بحلف لك بحياة أعز إنسانة عندي بهالدنيا، بحياة بنتي اللي ما عندي غيرها مالي علاقة بهالقصة، أنا مستعد ضحي بروحي كرمال زهرة. كيف بدي أفكر أزيها؟ معقول هالشي؟ أكيد زهرة طالعت هالكذبة مشان أترك القصر وما صير مرتك. بس أنا من اليوم بوعدك إني رح كون جنبك لآخر عمري. أكون مرتك بشكل رسمي. Masallarla dizlerinde
ويطبني.